رجعنا معكم مشاهدينا من بعد البريك ووصلنا هلأ لفقرة ضيف اليوم. ضيفتنا لليوم حبت تخوض تجربة صناعة المحتوى على السوشيال ميديا وتتخصص بمجال الأزياء وتحديداً موضوع الحجاب عند الصبايا. كندا الكاتب، كندا دي اكس بي صارت موجودة معنا. أهلا وسهلا فيك ببرنامج يلا سوشيال عبر قناة أبو ظبي. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. شكرا استاذ روني. شكرا كندا. رح بلش دغري معك. انا صراحه بس انا عم بحضر شوي للمقابله تفاجأت انه عملك الاساسي يلي انت هلا فيه هو كليا بعيد عن عالم الموضه والازياء. خبرينا شو يلي خليك تفوتي وتكوني مدونه وخاصه مدونه موضه. بصراحه انا طبعا عملي بعيد شوي لانه بشتغل بالتسويق والماركتينج، بس الموضه هي جزء اساسي من صورتي بما اني انا دائما بشتغل على التسويق. فالموضه هي اساس لكل شيء بالمجتمع لتقدم حالك بطريقه صح. طب وهل في اي علاقه بين طبيعه عملك الاساسيه وبين عملك على السوشيال ميديا؟ ايه بصراحة أنا بشتغل بالتسويق وكمان بالتسويق الرقمي، فالسوشيال ميديا أو المنصات السوشيال ميديا هي جزء مثل الانستغرام والفيسبوك من عملي، فمعرفتي وإلمامي بالأدوات ساعدني كتير. يعني أنت عندك فكرة عن السوشيال ميديا وشغلك بالسوشيال ميديا، بس أنت حبيت تكوني كمان على صعيد شخصي، يعني مش بس على صعيد عملك الأساسي، صح؟ صح 100%. أوكي طيب. لأنه في منصات خاصة بالعمل، يعني في لينكد إن مختص بالعمل، أما الإنستغرام فهو أنا بشارك فيه الشغلات اللي بحبها. طيب هل تبعت حسابات مدونات الموضة يلي عندهم خبرة، عندهم تاريخ، عندهم أرقام كبيرة بهالمجال بالذات قبل ما تدخلي على هالمجال؟ تعرف أنت لوين رايحة وين داخلة؟ أكيد أنا موجودة بمجتمع كامل متكامل، فأنا لازم أشوف اللي قبلي اللي بيكون عندهم خبرة وأستفيد من خبرتهم وأضيف لمستي. اليوم أدي برأيك التخصص بمجال الموضة، يعني أنت اليوم بعالم كبير اسمه الموضة والأزياء والسوشيال ميديا، أنت قررت تتخصصي بقلب هيدا العالم وتركزي على موضوع الحجاب، الشكل المناسب للبنت، يعني كل شيء بيواكب الموضة، ولكن أكيد مثل الهاشتاج اللي مستعملتيه على الأكاونت عندك الأزياء المحتشمة. اليوم قديه التخصص بفيدك أكتر، بيسهلك أكتر أنه أنت مش بس عم تحكي عن الموضة بشكل عام، لا في مجال معين ومحدد عم تحكي عنه. طبيعي، لأنه الأزياء المحتشمة هي ما بس بتعتمد على المحجبات. الأزياء المحتشمة بتقدم بذكاء السيدة اللي بترتدي الملابس الأنيقة، والهاشتاج بدل على الأودينس تبعاتي أو العالم اللي أنا متوجهة إلهم تماما. فأنا بعرف مين الناس اللي أنا بحكي معهم وبعرف شو بيحبوا وشو بيكرهوا، فلهيك بجرب أقرب واستشيرهم دائما بكل شيء بطرحه. طب برأيك اليوم يعني هل الموضوع اللي عم تحكي عنه هو مناسب لكل الصبايا بالعالم العربي وبالعالم، ولا لا يمكن هو محدد ببلد معين، ثقافة معينة؟ لأنه نحن هون عم نحكي عن أمور شوي دقيقة، يعني مثل ما بيقولوا. ايه طبعا نحن أذواق ومجتمعات وثقافات وعادات وتقاليد، يعني ما فيك تطرح كل شيء، نحن أذواق، ما فيك تاخذ شيء معين لكل فئة، كل وحدة بتحب هذا الشيء بتتبعه، والحمد لله أنا الجمهور اللي عندي حابب اللي أنا عم بطرحه بما أني دائما بستشيرهم، وأكيد كل واحد له ذوقه وله طريقة اختياره بحياته ومناقته. صح. طيب هلا عم شوف بعض الصور لإلي كمان، وأنت كمان منوعة بالصور وبطريقة اللبس يلي منشوفك فيها على السوشيال ميديا. اليوم قد ايه برايك هذا الموضوع صار عنده تاثير على الجمهور؟ يعني اليوم صاروا الصبايا والمتفاعلين والمتابعين عندك على السوشيال ميديا بفوتوا على هالصوره بيعلقوا على طبيعه الصوره او على شكلك كيف طالعه بقلب هيدي الصوره. يعني اليوم الموضوع عم بياخذ ابعاد اكثر، صرت نوع من يمكن مرجع خلينا نقول. تمام. هلا اكيد المرجعيه هي للخبره اللي الانسان بيطرحها. انا انسانه طبيعيه عاديه عايشه بمجتمع، عم بطرح موضوع عندي شغف فيه وهو الازياء المحتشمه، بقدم نفسي بطريقه وصوره تكون مناسبه لكل الطبقات لكل الصبايا، ما عندي طبقه معينه، بواكب كل الفئات كل الأعمار تقريبا، من عمر 15 سنة لعمر 50 سنة و 60 سنة، ما عندي مشكلة أبدا لأنه عم أقدم شيء راقي. أكيد بتختلف حسب المناسبة كمان. إيه أكيد يعني أكيد بين فرح، المناسبة بين اللون ولون البشرة. إيه ولون البشرة. يعني شو فيها تفاصيل بس شوي.
هلا انا صراحه على قد ما شفت بالموضوع وعلى قد ما بعرف بالموضوع، بعرف انه على حسب يمكن المناسبه او لوين رايحين، ان رايحين زياره عاديه، مناسبه اجتماعيه شيء، بالرياضه شيء، بالمناسبات الرسميه افراح شيء. لا فوتيني بعد اكثر بهالموضوع. ايه انا بالنسبه لي عم بعطيك على خبرتي خبرتي رح احكي لك عن شيء انا كثير بحب وتعلمته بصراحه، لانه كل الحياه خبرات. اول شيء لون البشره، في الوان بتلبق لي في الوان ما بتلبق لي، فبعد عنها شوي او بجرب اقرب لبشرتي الالوان اللي بتكون قريبه كلوز على بشرتي. كمان شكل الجسم كثير بيلعب دور، يعني الصبيه اللي معبايه شوي ممكن تركز على الالوان الاغمق، الصبيه اللي عندها نحافه اكثر ممكن تركز على الالوان الفاتحه. وطبيعي دائما نحن بنعاصر المواسم، يعني بالربيع هلا الوان الموضه مثلا هي البيربل، انا لابسه بيربل بس بنفس وقت مختار اللون اللي يناسبني. والله فقلت بمناسبة الأعياد نضلنا لابسين أحمر. ايه كتير حلو، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، كل أعيادنا وأيامنا حلوة. شكرا. كندا انت موجودة على انستغرام باسم كندا دي اكس بي، هل هيدا نوع من استراتيجية التسويق يلي عم تتبعيها؟ طبعا. لانه بصراحه انا عندي شغل، فبشتغل ككارير او اختصاصيه تسويق وتسويق الكتروني. عندي بلاتفورم على لينكد ان باسمي الرسمي كيندا الكاتب. وموجوده على السوشيال ميديا الجوجل، على كمان نفس الشيء بالنسبه لجوجل والانستغرام واليوتيوب بكيندا تي اكس بي كازياء محتشمه. اكيد انا بدي اشكر كثير وجودك معنا، لكل الاشخاص اللي مهتمين بهذا الموضوع وخاصه اكيد الصبايا ممكن يدخلوا على انستغرام كيندا دي اكس بي ويتابعوا صفحتك الراقيه، خليني اسميها كثير حلوه، كثير مرتبه، كمان مفيده، يعني هيدي شغله كثير مهمه. شكرا مره جديده لك، بدي اتمنى لك توفيق بكل شيء عم تعمليه. شكرا لحضرتكم وانا كثير ممنونه. اهلا شكرا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. شكرا.